رفرف على رؤوس الجبال النايفات، أحيا القلوب اللي على زودك تزود، تهدي لك الأنفس بدون مقدمات، ووجد على كبد المعادي بالوقود نار سعايرها تواقد ما تبات، شوفك يبلك بود ويذب الكبود على معادنك من الله بينات، اطرخ سماء والعود في عين الحسود، ايامك افراح وسعد ومناسبات، يلا عسى صقر الجزيرة للخلود في جنة الفردوس والنار. معنا احد زوار المهرجان، حياك الله. مرحبا بك، طال عمرك مانع بن فهد السعاد القحطاني. نعم طال عمرك. تكلمنا عن زيارتك اليوم لفعاليات المهرجان، نشوفك اليوم متواجد في مهرجان جائزة الملك عبد العزيز. والله متواجدين هنا ما شاء الله تبارك الله على تنسيقهم وعلى امورهم وعلى كل اجتهادهم وبيض الله وجههم. صراحة المهرجان فوق ما نتخيل. وبيض الله وجههم. أول مرة أجيه وصراحة تفاجئت. تفاجئت في كانهم في الموقع وشغلهم في الموقع ما شاء الله تبارك الله. في زينه الجذاب ما تبغى شهود، من نسقها الطيب يقرنها خوان، نوادر فيها ملايين النقود ترخص ولو هي عندها الاغانيات، والبل ما يجحد فضلها غير الجحود، لها جمايل فاسرين الاولى من فوق شدتها فتوحة معنا احد زوار مهرجان جائزه الملك عبد العزيز، حياك الله. يا هلا مرحبا. يا هلا بك مقبل الصالح الملح. من وين يا مقبل؟ من الزلفي طال عمرك. احنا اليوم في جائزه الملك عبد العزيز نشوف الاحتفال والكرنفال، احنا طبعا في نهايه الجائزه لانه الحقيقه في حضور ما شاء الله. تكلمنا وانت جاي من الزلفي مخصوص علشان هالمناسبه، تكلمنا عن هالمناسبه. والله انا جيتي لهالمناسبه واحب المناسبات المثريه للمجتمع، وهذه الحقيقة من المناسبات الثمينة، واعتبرها الآن على عمري الطويل الآن فيما عشته في مثل هذه الأمور، إلا أني أجد الآن هالمكان وهالعمل اللي معمول الحقيقة يرقى إلى أفضل المستويات، وهني الآن من فكر فيه ومن نفذه ومن أقامه. نعم شكر الله لحكومتنا الرشيدة التي أوجدت هالمتنفس الثقافي الاجتماعي الاقتصادي اللي ما أقدر أو أصف أبعاده لا القريبة ولا البعيدة. تعرف عليك؟ منصور بن دهمان السبيعي. منصور اليوم انت متواجد في مهرجان جائزة الملك عبد العزيز، تكلمنا عن حضورك عن الفعالية. الحقيقة تواجدت فيه السنة الماضية والسنة هذه تنظيم أفضل وأكثر. واليوم هو تقريبا ما قبل الأخيرين يومين، عشان كذا أصريت إني أجي أشوف وشفنا الأشياء والعائلة معي واشترينا أغراض واشترينا هدايا، وصراحة شيء ممتع. ممتع جدا. وهذا تراثنا. حياك الله. يا هلا والله يا مرحبا. تعرف عليك؟ صالح مطيري. صالح ونعمي. صالح تكلمنا اليوم عن تواجدك اليوم في مقهى الخاص بجائزة الملك عبد العزيز، شوفك تقهوى ما شاء الله مروق معك مجموعة من الزملاء. اي نعم، هذا مقهى القهوة العربية. احنا في مهرجان الملك عبد العزيز،
نشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده محمد بن سلمان. الحمد لله هيئ جميع السبل لراحة المواطنين والترفيه عنهم. ونشكر قناتكم، والله يعطيكم العافية إن شاء الله. عبد الله الدياب العتيبي. الله الله حيد. اليوم تكلمنا عن المهرجان، زيارتكم انتم الشباب. احنا والله جايينك من الكويت، مهرجان عالي ممتاز وفي ديرتنا وعند اخواننا، وان شاء الله الله يعزكم عز ال سعود عز ال صباح. زايد العتيبي طال عمرك. المهرجان منظم بمنظمين وبيض الله وجيههم وعلمهم كله طيب طال الله عمرك، ونشكر الحكومه على فعلهم الطيب معنا. اليوم نشوفكم متواجدين في الفعاليات الخاصة بالسوق الشعبي. الله الله متواجدين، وأعجبنا المهرجان من جميع التنظيمات ومن جميع علوم الزينة كلها. معنا أصغر مذيع الوليد محمد الغامدي من لجنة التعليق في سباق الهجن، راح يعطينا اليوم تعليق خاص بهذا اللقاء. حياك الله. الله يبقيك يا وليد. اليوم كل اللي موجودين هذول من جمهورك يا وليد؟ نعم فيهم كله. أنت طبعا من سباق الهجن، يقول الوالد أنك أصغر معلق. اي نعم. بسباق الهجن. اي. كلمنا اكثر الاول شيء، الموهبه اللي عندك. والله موهبه من الله. اي نعم. نسمع مع بعض الكل الموجودين. اذا مشاهدينا مستمعينا متابعينا الافاضل اينما كنتم، اسعد الله صباحكم ايها الحفل الكريم، تشاهدون هذه الانطلاقه. بعدين نكملها للاخير. يا مرحبا باللي على الدار لافي، في دار اخو نوره تزا يد سعدها، تباشر بالخيريه للميادي، الهجن جاها عزها في بلدها.